النجم يحيى الفخراني. كل الناس هتعرف ان السيد يوسف حافظ رجب هو الاقوى. عن قصة حقيقية في عالم توظيف الاموال. الاف المودعين واقفين في الطوابير مش عارفين ياخدوا حقوقهم من الراجل النصاب ده. الى اين ذهبت كل هذه الاموال؟ فلوس الناس خلاص، انت ضيعتها يا سيد. لو فكرت هتلاقي ان في فرصة انك ما تبيعش بنتك. اخرس كله اتحط تحت الحراسة. السيد عايز الأمانة اللي عندي. بس مش كلها؟ أوه تفتكر ان انا هاسكن؟ الراجل ده خطر علينا وعلى الدعوة في أرضك. لازم انفذ بجلد قبل ما يزنقوني. كيف سيخرج من المأزق؟ 10 مليون كلهم وزراء سابقين بدافعوا عني. بعد ان تخلى عنه الجميع. ما اقدرش اعمل لك اي حاجة. الحاجة اللي تغرق يبقى تغرق وهم فيها. الخروج من المأزق تشاهدونه في 8:30 مساء على بانوراما دراما 1. شيبسي بيفكرك تضحك له، تضحك لك.